مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. سيد ألهم، لو منذ يومين كان هناك هجوم تركي جديد على مدينة منبج المحررة، وتم سابقا الإفراج عن القس الأمريكي من قبل تركيا، وهناك أيضا تسيير للدوريات مشتركة أمريكية تركية، في نهاية المطاف هل يمكن القول تم اتفاق أو لم يتم في منبج بين أمريكا وتركيا؟ يوجد اتفاق، وحتى الدوريات المشتركة بدأت عملها في ضمن الحدود التي تم تحديدها، لكن الدولة التركية تتحدث عن شروط أخرى وتتحدث عن بنود أخرى في الاتفاق، حتى الآن لم يتم مناقشتها معنا من الأساس. وأعتقد بأن هذا الاتفاق يعني لدرجة معينة كان ناجحا، بمعنى أن الحفاظ على أمن واستقرار المدينة أمر مهم جدا، وجميع المسؤولين الأمريكان الذين زاروا المنطقة زاروا منبج خرجوا بوعود بأنهم سيبذلون جهودهم للحفاظ على الاستقرار الأمني والإداري الموجود في المنطقة. وآخر وعد كان للسيد جيمس جيفري عندما زار منبج. هذا يعني بأن ادعاءات تركيا ليست في محلها عندما تدعي بأن أهالي منبج يعانون من سلطة الحكومة حكم الواقع، ومن يعانون من تصرفات وحكم الوحدات الحماية وإلى ما هنالك من مسميات معلومات غير صحيحة. لكن الجواب الذي أتى دائما من قبل المسؤولين الأمريكان، حتى الموقف الأساسي الذي صرح به أهالي منبج نفسهم بأنهم لا يقبلون أي تعدي من قبل الحكومة التركية أو من قبل قوى أخرى على استقرار وأمن المنطقة، فهم الأدرى بإدارة نفسهم وهم الأجدر بحماية نفسهم، وهم يمتلكون القرار باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بحياتهم وبمستقبلهم، بالتالي هم لا يحتاجون لوصي آخر قد كي يأتي ويعطي التوصيات أو يملي عليهم بقرارات قد لا تمثلهم. لذلك فالاتفاقية سارت ضمن إطار معين، ونتمنى أن يبقى ضمن هذا الإطار، يعني الاتفاق يبقى ضمن هذا الإطار. هذا الاتفاق هل يمكن اعتباره مرضي لكل الأطراف؟ يعني حاليا تركيا يبدو أنها غير راضية عن هذا الاتفاق، لأن مساعيها أوسع وأكبر من هذا، فهي دائما تسعى لأن تكون الدوريات داخل منبج وتحاول أن تقلب الحقائق لعكس ما هو موجود، فهي غير راضية. لكن ما هي الحجة؟ يعني أعضاء المجلس العسكري معروفون، وأعضاء المجلس المدني معروفون جميعهم، إلى جانب أن المسؤولين في تلك المنطقة أيضا كل جميعهم معروفين من قبل أهل المنطقة، وهم سوريون بالدرجة الأولى. فهناك بعض المغالطات، يعني الحكومة التركية ستأتي وتفرض علينا بأن يقوم مواطن منبجي أن يقوم بإدارة منبج حصرا، وأنا أسأل وأقول السيد أردوغان هو ليس من أنقرة وهو ليس من إسطنبول، فلماذا يدير تركيا؟ هو مواطن تركي من تركيا، لذلك هو أصبح رئيس. بنفس كذلك الأمر، كل مواطن سوري بإمكانه العيش في منبج وبإمكانه أن يتسلم مناصب أو مهام في منبج أو غير منبج أيضا، فهذه قوانين دولية لم نخطها ولم نضعها مجددا، إنما حق كل مواطن سوري أن يعيش في المنطقة التي يريد وأن يتسلم مهام ومناصب في المنطقة التي يقيم فيها. لكن ما تفرضه الحكومة التركية وهي أطر معينة وحدود معينة يراد منها تضييق الخناق أو تضييق الحركة على المجالس المدنية الموجودة
في المنطقة. طيب لماذا كل هذا الإصرار التركي على دخول نينوى؟ ما هي أهمية المدينة بالنسبة لتركيا؟ أعتقد بأنها مرتبطة باتفاقات دولية قديمة تبحث عنها تركيا في الأيام الجديدة، يعني في المرحلة الحالية. بالنتيجة هم يبحثون عن مناطق نفوذ جديدة يريدون السيطرة عليها، والتقليل من شأن الإدارة الموجودة ونظام الإدارة الموجود، والذي يسعى إلى جعله نموذجاً للمناطق السورية الأخرى. بالتالي هو لا يريد الاستقرار، تركيا لا تريد الاستقرار في المنطقة. ومثلاً مع بدء الهجوم على مناطق الشمال حدثت حركة إنعاش لداعش في دير الزور، يعني داعش قامت بحركة معاكسة لما كانت عليه وتقدمهم هذه المرة. فالهجوم التركي هو الذي ساعد داعش بالتقدم بهذا الاتجاه. نعم. طب مؤخرا كان هناك استئناف لقوات سوريا الديمقراطية لو انتقلنا إلى دير الزور للمعركة. بدأ استئناف المعارك مرة أخرى، باعتبار أن عملية إيقاف العمليات في دير الزور كانت متعلقة بالهجوم التركي على هذه المناطق. فعندما سنستمر بالمعارك ضد داعش في دير الزور وستستمر الحكومة التركية بالهجوم على هذه المناطق، هذا يعني بأن الحرب والقتال داعش لا فائدة منه، باعتبار أن الحكومة التركية والفصائل التي تأتي بها إلى هذه المناطق جميعها هي مجاميع القاعدة والفصائل المتشددة الإرهابية. فالانتهاكات التي تحدث في عفرين وجرابلس والباب جميعها واضحة، يعني فما الفائدة إن كنا سنحارب داعش في دير الزور وستتعرض مناطق الشمال لهجوم آخر من قبل تلك الفصائل ومن الفصائل الجهادية التي تدعمها تركيا بشكل مباشر، تحت مسمى أن السوريون يطالبون بإخراج حزب العمال الكردستاني من مناطقهم. هذه حجة أقبح من ذنب تطلقها الحكومة التركية للتعدي على أراضينا وممتلكاتنا وكرامتنا والأمن والاستقرار الذي حققناه حتى الآن. فاستقرار هذه المناطق حدث بجهود دولية ولم تكن فقط بجهود قوات سوريا الديمقراطية. ونحن نرى بأن الحفاظ على أمن واستقرار هذه المناطق بدعم دولي أيضا مرة أخرى أمر مهم. فالدول التي شاركت بحملات محاربة داعش يجب عليها أن تتحمل مسؤولياتها بالحفاظ على استقرارها أيضا، وإلا لماذا حاربت ولماذا أتت بقواعدها إلى هذه المناطق؟ التحالف الدولي مؤخرا في هذه المناطق كانت كافية برأيكم؟ يعني التصريحات كانت ضمن مستوى معين، هم حاولوا استخدام الدبلوماسية أكثر، ونحن نرجح التعامل الدبلوماسي في حل القضايا ولا نرفضها، لكن عليهم أن يعطوا هذه الرسالة لتركيا بأنه ممنوع على تركيا تجاوز الخطوط الحمراء، التعدي على المناطق التي تم تحريرها من داعش بجهود دولية يعتبر خط أحمر، لا يحق لتركيا بالتهجم عليها ولا يحق لأي قوى ودولة أخرى الهجوم على هذه المناطق لا جوا ولا برا، ممنوع عليها. وهذا يحتاج إلى ضمانات دولية حقيقة، وإلا مسألة مقاومة أي تعدي من قبل أهالي المنطقة هو المنطقة الأساسي والسليم. فشعبنا أينما كان يجب أن يكون على أتم استعداد لمواجهة أي اعتداء قد يتعرض له وفي أي منطقة قد يتعرض للاعتداء أو يتعرض للهجوم. لكن دائما مبدأنا هو مبدأ الحوار، مبدأ الحل السياسي، ومبدأ أن نكون قادرين على حل القضايا بدون الدخول في معارك شاملة أو معارك جديدة مع أي قوة كانت. نعم.
طب في هذه النقطة سيد ألهام، يعني المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري كان قد ذكر بأن المعركة ضد داعش شرق الفرات قد تنتهي بعد شهور، ولكن القوات الأمريكية باقية في سوريا لضمان هزيمة دائمة لداعش. برأيكم ما هي الدلالات والرسائل من ذلك؟ لأن العملية السياسية مهمة جدا في هذا الموضوع. فإذا كنا سنحرر جغرافيا معينة من داعش والعملية السياسية لن تتطور، ما الفائدة؟ تحرير المناطق يجب أن تلازمها عملية سياسية جدية تحدث تغييرا ديمقراطيا في كامل الأراضي السورية وفي بنية النظام، وإلا سيكون الحفاظ على المناطق المحررة إلى أن يتم التوصل لتسوية سياسية قادمة وجدية هو الخيار الأساسي بالنسبة لنا. ويبدو أن الحكومة الأمريكية لها أيضا برامج خاصة في هذا الاتجاه. حتى الآن التصريحات لم تتعدى إطار محاربة داعش والحفاظ على الاستقرار الموجود، إلى جانب بالضغط على البدء بعملية سياسية، وهذا ما نراه مهما جدا. نعم. في نهاية المطاف، إلى أي مدى أضحى الشمال السوري لاعبا أساسيا بالتوازنات الدولية؟ هو لاعب أساسي طبعا، يعني عندما نتحدث عن عدم البدء بعملية جدية من دون إشراك ممثلي شمال والشرق سوريا بهذه العملية، هذا يعني بأنها أصبحت قوة جدية وأساسية لا بد من أن تكون موجودة في كافة العمليات التي تجري بما يخص مستقبل سوريا. طيب لو انتقلنا للحديث عن مدينة عفرين سيد ألهام، كيف تتابعون تسارع الأحداث من احتلال إلى تتريك وتغيير ديموغرافي، ومؤخرا حديث عن افتتاح معبر حدودي بين عفرين والأراضي التركية؟ يعني تركيا لها سياسات خاصة تجاه عفرين، وتحاول بشتى الوسائل أن تستثمر الوقت في سبيل تغيير ديموغرافية المنطقة وهويتها ترسيخ مؤسسات غير سورية في عفرين. يوميا نسمع بأن هناك انتهاكات، هناك خطف، هناك قتل، هناك اغتصاب للنساء، هناك حرق للأشجار، هدم للآثار، سرق للممتلكات، وتغيير التسميات، مسميات القرى والمدن، حتى الطرق، بمعنى أن هناك عملية تغيير شاملة لمعالم المدينة والمنطقة بالكامل. فتركيا حاليا خططت استراتيجيتها على أساس أن تبقى عفرين ضمن إطار الحدود السياسية للدولة التركية، احتلتها على يد الفصائل لكن مركزت فيها قواتها أيضا، وأتت بعوائل الفصائل أيضا إلى هذه المنطقة، ويوميا هناك انتهاكات حقيقة يندى لها جبين البشرية. نعم. طب أنتم في مجلس سوريا الديمقراطية، ما هي استراتيجيتكم للتعامل مع هذه الانتهاكات؟ يعني هناك ملفات جدية، وبكافة اللقاءات الدبلوماسية موضوع عفرين دائما هو ملف أساسي في النقاشات، لكن هذا لم يصل لمرحلة أن يتم الوصول لقرار جدي بما يخص تحرير عفرين من الفصائل. ما يبذله أبناء عفرين فيما يخص تحريرها عن طريق القيام بعمليات عسكرية داخل المنطقة، هناك جهود أيضا تبذل وستستمر هذه الجهود، لكن بالنتيجة لابد من وضع مخطط، يعني المخطط موجود لكن الوقت، يعني نحن بحاجة لوقت وممارسة ضغوطات جدية على الرأي العام
وإظهار هوية عفرين مرة أخرى أمام الرأي العام، والمأساة التي يتعرض لها أهالي عفرين في المخيمات، في مخيمات النزوح وفي المنطقة وداخل عفرين نفسها. فكما قالوا الجميع كل القوى بأن ملف إدلب هو ملف إنساني، عفرين أيضا كان ملف إنسانيا ولا يزال ملف إنساني. فكيف يبحثون عن مأوى لأهالي الغوطة ليستوطنوهم في عفرين؟ هناك أيضا مشكلة المأوى والمكان والسكن للأهالي الأصليين لعفرين، لذلك لابد من إرجاع العمل على إرجاع الأهالي إلى بيوتهم تحت أي ظرف كان فليكن. من الضروري العمل ضمن هذا الإطار، ونحن لنا جهود في هذا الإطار وسنستمر فيها. ولا يمكن نسيان عفرين من الأساس. الموت يعني نسيان عفرين يعني لنا الموت، هذه حقيقة وواقع. فلذلك بدل أن نموت نحن نريد أن نعيش، وأهالي عفرين أيضا يبحثون عن الحياة الحرة الكريمة، وهذا لن يحدث إلا بعدما يرجعوا لموطنهم، يرجعوا لبيوتهم، لممتلكاتهم، ويبدأوا إعادة إعمارها من جديد. نعم، طبعا عفرين تم تسليمها بموجب اتفاق مع روسيا. سيدة ألهام، الروس ماذا يتكلمون عن هذا الموضوع؟ يعني بالنسبة للروس ملف إدلب أهم حاليا، لكن ما يتحدثون به بشكل دائم أن كامل الأراضي السورية يجب أن ترجع لحضن النظام. هذه هي الاستراتيجية الأساسية التي تعمل بها الحكومة الروسية. لكن إلى جانب نرى التوافقات أيضا، هناك توافقات سياسية، هناك تسويات سياسية تجري بين الحكومة الروسية وبين تركيا أيضا. فهذا يعيق عملية تطهير هذه المناطق من الفصائل الجهادية. الاتفاق إلى جانب محاربة الفرق الجهادية أمر غير واقعي، لكن مع الأسف هذا ما يحدث حاليا ما بين الروس، ما بين روسيا وتركيا حاليا. لذلك يعني العمل على تسوية سياسية شاملة أمر ضروري، ويتم التحدث بملف عفرين بشكل مستمر مع الروس مرة أخرى. لكن دائما ملف إدلب لديهم يأخذ حيزا واسعا من الاهتمام، وبطبعهم حسب ما يقولون بأنهم لم ينسوا عفرين، لكن نحن نقول بأن عفرين منسية بالنسبة لهم. بالنسبة لنا هو نحن كيف نفكر، ونحن ماذا نريد، ونحن كسوريون ما هو هدفنا وما هي استراتيجيتنا. هي الهدف الأساسي وهو الأصح، كي نكون قادرين على استرجاع عفرين وتحريرها من الاحتلال التركي. طب سيد ألهام، من يشاهد الإجراءات التركية في هذه المدينة على سبيل المثال الحصر من مشاريع بناء وبناء ومد طرق وبناء شبكات اتصال وإلغاء شبكات سورية وإلغاء الهويات السورية وفرض هويات تركية وبناء فروع للجامعات التركية، ألا يلاحظ بأن تركيا فعلا تريد ضم هذه المناطق وحتى برضاء دولي في ظل الصمت الدولي؟ طبعا هي جهود إلحاقها بأراضيها، جهود جدية تبذلها تركيا بهذا الخصوص، وكما قلت بأنها تريد الاستفادة من الوقت وتستفيد من الصمت الدولي كي يتم إلحاق المدينة، إلحاق عفرين بحدودها السياسية. لذلك تقوم بكل الانتهاكات التي ذكرتها أنت أيضا، وهي تحاول الاستفادة من الوقت بشكل بقدر الإمكان، وحتى تضغط على أهالي عفرين القلة الذين بقوا داخل عفرين، يضغطون عليهم بشتى الوسائل ليفرضوا عليهم الخروج وترك ممتلكاتهم والخروج من المدينة والتوجه نحو مناطق النزوح كي يسلموا ممتلكاتهم لأشخاص آخرين، للغرباء عن المنطقة. لذلك ففتح الممر والمعبر أيضا حدث وكأنه معبر إنساني
لكن بالدرجة الأولى هو معبر تجاري حيث تم سرقة حصاد موسم الزيتون والفواكه والمزروعات الأخرى في المنطقة، ويتم توجيه هذه الممتلكات عبر هذا المعبر إلى الدول الخارجية. وهذا ووصلتنا معلومات بأن موسم الزيتون والزيت يتم المتاجرة به مع شركات موجودة حاليا في إسبانيا، بمعنى أن الدول الأوروبية أيضا مشاركة مع الحكومة التركية في هذا الإجرام، وبشكل مباشر عن طريق عقود اقتصادية تجارية تم التوقيع عليها ما بين شركات معينة في دول أوروبية، وهذا ما نريد التأكد منه ونتحقق منه ونتابعه مع الجهات المعنية بهذه الملفات لفتحها وتصحيحها أيضا. نعم. سؤال الأخير لكم سيدة إلهام، مصادر عديدة ذكرت لقناتنا بأن تنظيم داعش الإرهابي فضلا عن التنظيمات الأخرى المصنفة على قوائم الإرهاب العالمي يقومون بإنشاء مقرات لهم في مدينة أفرين ومراكز تدريب ومعسكرات. في أحد لقاءاتنا مع الحكومة الروسية مع المسؤولين الروس أيضا ذكرنا بأن تركيا تستخدم الأراضي عفرين كمقرات للمجموعات الإرهابية، وخاصة المجموعات ذات الأصول السوفيتية يتم توجيههم إلى عفرين ويتم تدريبهم مرة أخرى وتحويل بعض القرى إلى قواعد تدريب للفصائل الإرهابية والمجموعات الجهادية. هذه المعلومات موجودة، نحن أيضا سمعناها وصلتنا هكذا معلومات، ونعلم بأنها معلومات صحيحة باعتبار أن توجيه هذه المجموعات إلى تركيا أصبح يلاقي صعوبة، فتركيا أصبحت تحت اتهام كبير بما يخص مسألة دعم الإرهاب، لكن إن تم دعمها في هذه المناطق فهذا يعني بأنه أمر طبيعي وتركيا لن تكون متهمة بهذا الخصوص. فللتغطية على هذه العملية حولت بعض القرى والمناطق لمواقع أو مقرات تدريب للمجموعات الجهادية. في الحقيقة وصلنا لنهاية الوقت المخصص، أشكر لكم جزيلا تلبية الدعوة السيدة إلهام أحمد رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية. شكرا لك. وأشكر موصولكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة وإلى اللقاء.